أيها الحفلة الكريمة، عشاق الأصالة والتراث، لا زالت تحدياتنا مستمرة عبر هذه الشارة، شارة الديوان المقدم اتحاد الإمارات لسباق الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله ينطلق ثاني أشواطنا، وثاني أشواطنا خاصة بفئة القعدان الحقائق 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أذهب مع الصدارة، أذهب مع الغزال الذي افتتح النداء مع البداية، حمدان بسال بسليمان درع من يقدم لنا الغزال على البداية، بينما ثاني المراكز وصل قناد من ياتي محمد عبد الله بن غدير بسعيد، الدرع من ياتي على المركز الثاني. أما المركز الثالث أيها الحفل الكريم، القادم المتسلل وصل الفارس أحمد بن علي بسعيد بن حمود، الدرع من ياتي على المركز الثالث. نقلت ريل المركز الرابع، القادم بكل قوة شاهين بدر بن محمد مكتوم الجنيبي من ياتي على المركز الرابع، بينما خامس المراكز، خامس التحديات هنا أرى الانطلاقة، التحديات نقد حمد بن حميد بسالم، الدرع من ياتي، والمركز السادس هناك أيضا من الجانب الآخر من ياتي أيها الحفل الكريم، القادم مياس عوض بن علي بسعيد بن علي الدرعي. ها هو نداء الست المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق، والغزال الغزال لازال يتغزل بالبداية، لكن حذاري الجماعة قادمين، الغزال ملك إذن حمدان بن علي بن طحير، الدرع من ياتي على المركز الاول، لكن حصل تغول وتغيير على البدايه الذي غير مع الصداره مع المركز الاول. الفارس حميد بن علي بسعيد بن حمود الدرعي، الله يا الحقائق القعدان ما شاء الله، تابع للقادم المنطلق شاهين بدر بن محمد بن مكتوم الجنيبي، قادم بكل قوه على المركز الثاني، والعصافه الابطان المركز الثالث هنا وصل قناد محمد بن عبد الله بغدير بسعيد، الدرع من ياتي على المركز الثالث. الله كوكب الثلاثية على البداية على الصدارة، الله الله اعذروني بقية المراكز، الله الالف والمئتين متر الاخيرة ما شاء الله تبارك الله يا القعدان الحجاج، الكل مهدي الكل مطر عصافة الابطان ما شاء الله، هنا البداية هنا الصدارة، راح بن مكتوم، الله يا بن مكتوم بدل مع الصدارة، إذن أيها الحفل الكريم، شاهين بدر بن محمد مكتوم الجنيبي بدأ ينفرد، بدأ يباعد عن بقية المراكز. المركز الثاني هنا الانطلاقة من قبل الفارس أحمد بن علي بسعيد بن حمود، الدرع من ياتي وأيضا القادم، الله الله يا سلام يا سلام، القادم قناد محمد بن عبد الله بن غدير بسعيد درعي، روح 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 راس مع بن مكتوم مع الجنيبي، الله يا سلام، بدأ ينفرد مع الكيلو والأخير، الكيلو المثير الكيلو الخطير. إذن أيها الحفل الكريم، الكيلو مثير مع شاهين على البداية على المركز الأول، الانطلاقة المثيرة إذن شاهين على البداية، بدر بن محمد بن مكتوم الجنيبي، لكن المركز الثاني الله تابع القادم بكل قوة، يا سلام ارصد يوم صورنا ما شاء الله، حامل رقم 7 إذن اللي هو شاهين عادل بسعيد بن معيوف الدرعي، لكن شوف بن مكتوم الجنيبي الله بدأ بالانفراد الكبير، بدأ بالتحديات شاهين بدر بن محمد بن مكتوم الجنيبي، الأمتار الأخيرة الأمتار المثيرة، روح الجنيبي روح يا بن مكتوم، الامتال الاخيره الامتال مجنونه، سلام وتحيه واحترام لمالك شاهين، تهانينا من هذا الموقع لمالك شاهين، تهانينا لبدر بن محمد بن مكتوم الجنيبي، اسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار مع شاهين. المركز الثاني حل اللي هو
حل ذا شاهيمك عادل بسعيده بمعيوه الدرع المركز الثالث ايها الحبل الكريم ثالث المراكز وصل له الفارس ملك حميد بن علي بسعيده بن حمود درع المركز الرابع وصل له قناد ملك محمد بن عبد الله بن غدير بسعيد الدرعي المركز ذا راخ خامس المراكز خامس تحديات خامس وصل معاند ملك علي بن سعيد بن حمودة بن سليمة الدرعي والمركز السادس المركز السادس وصل أيها الحبل الكريم نقد ملك حمد بن حميد بن سالم الدرعي نعود بالتهنئة والناموس أيها الحبل الكريم لمالك شاهين بدر بن محمد بن مكتوم الجنيبي.